السلام عليكم. نتمنى من المتابعين نشر ومشاركة هذا الفيديو في كافة مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو عبارة عن رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيد الرئيس، بداية وكتمهيد لموضوعنا، لا يختلف اثنين على الاختلاس والفساد والتعسف الذي شهده ملف استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر، انطلاقا من إنشاء أول صناعة للسيارات في الجزائر سنة 2014 من خلال الشراكة بين شركة رونو والحكومة الجزائرية، إلى غاية إنشاء مراكز التجميع كنظامي الأسكادي والسيكادي، حيث وجد القطاع نفسه في قلب جدل كبير بسبب السياسة المنتهجة والتي فتحت طريقا أمام انتهاكات غير مشروعة مثل الواردات المقنعة والتحويلات الغير المشروعة للأموال إلى الخارج، وكذلك المبالغة في الفواتير لتضخيم تكلفة المركبات المجمعة. بالإضافة إلى ذلك، شهد ملف استيراد السيارات خلال الآونة الأخيرة ممارسات غير مشروعة من خلال التضييق وتقييد الحريات على المستثمرين. كل هذه الممارسات كان ضحيتها المواطن الجزائري البسيط بالدرجة الأولى، والتي نجم عنها ما يلي: ارتفاع أسعار السيارات الشعبية، والتي شهدت ارتفاع كبير خلال السنتين الأخيرتين، أي سنة 2020 و2021. عدم مقدرة المواطنين العاديين على الانتفاع بالسيارات الشعبية. ارتفع سعر السيارة المستعملة في الجزائر إلى ضعف سعر السيارة الجديدة في البلدان الأخرى. كذلك تم طرد أزيد من 4000 عامل وأحيلوا على البطالة. على الرغم أن المواطن الجزائري كان مستعد كل الاستعداد لدفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وباقي الرسوم، والذي من شأنه أن يساهم في انتعاش الخزينة العمومية، إلى أن هذا الملف لم يشهد النور إلى غاية يومنا هذا. سيدي الرئيس، ألا ينص الدستور على المساواة بين المواطنين الجزائريين، في حين نجد الآلاف من السيارات تدخل الأراضي الجزائرية عن طريق رخص المجرمين ولا يدفعون ولا دينار للخزينة العمومية، والكل يعلم أن الرخص يستفيد منها السماسرة من أجل جلب واقتناء سيارات إلى الجزائر، ويتهربون من دفع أموال كي تستفيد منها الخزينة العمومية، في حين لا يستطيع المواطن البسيط اقتناء سيارة شعبية بسعر عادل. وأن المواطن الجزائري البسيط لا تهمه السيارة الفخمة، لا تكلفتها ولا جمالها ولا رفاهيتها. المواطن البسيط تهمه سيارة جديدة أو مستعملة بسعر معقول لقضاء حاجياته. سيدي الرئيس، كيف لدفتر شروط السيارات أن يستغرق مدة 7 أشهر أو 8 أشهر، ثم يمر عام بدون استيراد السيارات، ثم يأتي الدور لكي على الوزير الجديد لكي يقوم بتجميد وإلغاء دفتر الشروط السيارات الحالي؟ كيف سوف يكون نظرة المستثمر الأجنبي للاستثمار في الجزائر؟ سوف يكون لهم نظرة سلبية على القوانين وكذلك القاعدة السياسية في الجزائر. سيدي الرئيس، بناء على ما سبق، نرجو من سيادتكم التدخل في ملف استيراد السيارات بصفتكم المسؤول الأول عن البلاد وبصفتكم السلطة التنفيذية، حتى يتسنى للمواطن الجزائري البسيط شراء سيارة بسعر عادل. اقتراح حلول مستعجلة، لأن هذا الملف استغرق وقت أكثر من اللازم. سيدي الرئيس، نرغب في بناء جزائر جديدة ونتمنى كل الخير لبلادنا. لذا نقترح على سيادتكم، إذا كانت الدولة غير قادرة على استيراد السيارات الجديدة، السماح للمواطنين استيراد السيارات المستعملة الأقل من 7 سنوات
مع وضع جملة من الشروط، من بينها أن تكون السيارة في حالة جيدة، أن لا تتجاوز السيارة المسافة المقطوعة 200,000 كيلومتر، أن لا يسبق للسيارة عمل حادث مرور، وكذلك نلتزم بدفع كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي ينص عليها القانون. كل هذا من شأنه أن يساهم في انخفاض أسعار السيارات، وكذلك إمكانية المواطن البسيط من اقتناء سيارة بسعر عادل لقضاء حاجيته. وفي الأخير، كلنا ثقة فيكم سيدي الرئيس أنكم سوف تتخذون القرارات المناسبة والتي من شأنها أن ترد الاعتبار لصالح المواطن الجزائري البسيط. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.